dire aiati? تحدث بالكورية. تعلم اللغة الكورية مع الأغاني الكورية. الأغنية الرابعة عشر. حري كيومي. كيومي. كوفي نجوك سكينك. 고소한 우유 한 잔을 기다려요. 오빠하고 나하고 꼭 마주 앉아서 서로 손바닥 위에 예쁜 눕서를 하죠. 한눈 팔지만 누가 뭐래도 내 거 내 거. 다른 여자랑 말도 섞지만 난 네 거 난 네 거. 새끼 손가락 걸고 ما نتعلمه من هذه الأغنية؟ المفردات تشوكو شوكولاتة هيو حليب ثرو بعضنا البعض سنبدك راحة اليد ديكو ملكي ديكو ملكك تارن آخر تلتي مطلقا أبدا هونجا واحد توهكي زائد 1 واحد 2 اثنان 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 1 واحد 둘 اثنان 셋 ثلاثة 입술 شفة 귀여움 لطيف. الأفعال أنت يجلس قلدا يمسك 약속하다 يعد 내버리다 يتخلص من يرمي بعيدا 감다 يغلق العين 다가하다 يقترب لي 뽀뽀하다 يقابل 막다 يمنع القواعد القاعدة الأولى هناك الكثير من حروف العطف في اللغة الكورية التي تأتي بمعنى و وسنتحدث في هذا الدرس عن إحدى هذه الحروف التي ذكرت في الأغنية وهي حرف حكو ويستخدم هذا الحرف كأنه أتى بمعنى حرف العطف و ويأتي مباشرة بعد الاسم غير أي مسافات 이거 하고 이거 주세요 أعطني هذا وهذا من فضلك 여기 하고 저기 가주세요 اذهب هنا وهناك من فضلك 초코하고 빵 샀어요. اشتريت شوكولاتة وخبزا.
매일 물하고 우유 마셔주세요. اشرب حليبا وماء كل يوم من فضلك. ايضا تستخدم 하고 بمعنى مع. ويمكن الفهم من محتوى الجملة ماذا تعني هذه الأداة. 선생님하고 밥을 먹을 거예요. انا ذاهب مع استاذي لاكل الطعام. 친구하고 영화 봤어요. شاهدت فيلما مع صديقي. 누구하고 갔어요. مع من ذهبت. لكي نجعل المعنى واضحا جدا يمكننا استخدام 같이 والتي تعني سوية او سويا بعد أداة 하고 친구하고 같이 영화 봤어요. شاهدت فيلما سويا مع صديقي. 누구하고 같이 갔어요. مع من ذهبت سوية. استمع للأغنية مرة أخرى بإنصات. كيكيكيومي كيكيكيومي 초코머핀은 조각 시켜놓고 고소한 우유 한 잔을 기다려요. 오빠하고 나하고 꽁바지 앉아서 서로 손바닥 위에 예쁜 넙서를 하죠. 한눈 팔지만 누가 뭐래도 내꺼 내꺼 다른 여자랑 말도 섞지만 난 니꺼 난 니꺼